السلام عليكم، هذا هو الجزء الثاني من سلسلة تاريخ التهوية الآلية. استعرضنا بالجزء الأول تاريخ المقدمة. السلسلة هي صدى لهذه المقالة 50 سنة على بدء التهوية الآلية، بال50 سنة الأخيرة لنيل ماكنتاير. الكريدت بالكتب التاريخية الأجنبية بيعطوه كله لأندري فيزاليوس، هو أول شخص حكى عن هذا الموضوع. ربما هذا من كتابه دي هيوماني كوبوريوس أو كوبوريس فابريكا، هي بالإيطالي. An opening must be attempted، لازم نفتح، ممكن نحاول نفتح بفتحة بالقصبات ونضغط هواء، ممكن على أساسه أو ننفخ هواء، الرئة ترتفع والقلب يصير أقوى. هذا الشخص طبيب إيطالي، طبيب مواليد بروكسل هذيك الأيام. درس ببادوا الإيطالية ومارس الطب بإسبانيا ببلاط الملك تشارلز الخامس. بحثت إنه هل كان من ابن سينا من المؤثرين فيه، فكتاب ابن سينا كان من الكتب التي تدرس بجامعة بادوا الإيطالية بهذيك الأيام، تم استمر تدريس فيه لعام 1715. فربما هذا كان من أحد مواضيع اللي أنا درست إني أعرف بالضبط فعلا هل درس لابن سينا أو لا. أحد زملائي بيوم من الأيام بعث لي هذه الصورة من كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، يتكلم عن طبيب هندي اسمه صالح بن بهلة. عالج أحد أقارب الرشيد، الرشيد عاش بالفترة من 763 ميلادي ل 809 ميلادي. أحد أقارب الرشيد ظنوا أهله أنه مات وغسلوه وكفنوه. لما انكشف عليه هذا الطبيب عرف أنه بيحس بالألم، شاف أنه بيتألم، فقرر أنه هذا ما ميت وعالجه بأنه نفخ في أنفه أو فمه نوع من الدواء اللي هو الكندس، وعاش بعدها هذا الشخص. هذا اسمه إبراهيم، أظن إبراهيم بن صالح. هل كان هذا التنفس صناعي؟ هو تاريخ، ربما، الله أعلم. من عام 1530 ل 1800 تقريبا كانت الجمعية الطبية السويسرية توصي باستعمال المنفاخ لإنعاش المصابين بالغرق أو الغرقة. ب 1740 في توصية رسمية من جمعية الأطباء الفرنسيين باستعمال التنفس فم لفم لإنعاش ضحايا الغرق، وهذا ربما من أوائل التوصيات باستعمال التهوية بالضغط الإيجابي، أو النفث بالفم هو التهوية بالضغط الإيجابي، فالفكرة كانت موجودة من الزمان. طيب، التراكيستومي ربما هي أول محاولة من الإنسان لأنه ينعش المصابين اللي أو يحاول ينقذ المصابين بالطرق الهوائية أو الاختناق، ضحايا الاختناق. هذه من نقش مصري، خلينا نقول ربما، على الله أعلم، من أي سنة بيعود. هل كانوا يعيشوا الضحايا أو المرضى اللي هن ينعملوا تراكيستومي بهالطريقة هاي؟ لاحظوا كيف قاعد المريض، وهي المعالج، ما بعرف هذا شو شغلته، هذا مراقب ممرض مثلا وممرضة، عم يحاول يفتح القصبات عند هذا المريض، هل حيعيش بعدها؟ هو كان ميت ميت غالبا، ربما نزف غزير، إصابة بالعنق. هذا الكتاب من عام 1601، إذا تشوفوا كأنه عم نمارس تراكيستومي بزمننا المعاصر تقريبا. ربما الفتحة طولية، في ناس بتناقش إنه لا عرضية، بس في خلاف عليها على فكرة شو هو الصحيح. الكتاب اسمه تابلو اناتوميكا لأوستاشيوس بارتولومو، هذا مؤلف إيطالي. هذه الصورة من أصلنا صورة فرنسية بتعود للعام 1731 بداية القرن الـ18، عم يقوموا بعملية تراكيوستومي هون مثل ما شايفين. نجي لمنفذات الضغط السلبي، فكرتها ظهرت من القرن 18 تقريبا لما حاولوا يقلدوا التنفس الطبيعي. التنفس الطبيعي بيقوم بأنه نحن بنولد ضغط سلبي حول الرئة، هذا هو التنفس الطبيعي، حول العضلات الحجاب لما بتنزل لتحت بتساوي ضغط سلبي بالجنب، وهذا بيدفع الهواء يدخل من برا لجوا. لما نحن بنعمل نفس الشيء بنحيط الجسم مثل بسموه رئة حديدية، يعني عمليا بنحيطه من كل الجهات وبنحكم الإغلاق. لما بنطبق ضغط سلبي بنسحب هذا الغشاء لبرا، الضغط بينزل جوا بيساوي ضغط سلبي، وبالتالي بيدفع الهواء من الدخول من برا لجوا. لما بنرجع بنرجع الهواء بيرجع، فهذا عم يساعد المريض. هذا هو مبدأ منفسات الضغط السلبي. تطورت عبر العصور، هذه جهاز سبيروفور من 1876. هذا سبيروفور نماذج بدائية، كلها نماذج بدائية. هذا نمط ثاني من أجهزة التنفس بالضغط السلبي، هالمرة بدل ما يحيطوا كامل الجسم بيحيطوا الصدر فقط، كان يسموها تشيس كوراس أو كورياس.
حتى تطورت منه نماذج طبية، يعني هذا مريض حقيقي عم يتعالج فيه. نرجع للرئة الحديدية، هي من النماذج الأولية لحد ما وصلنا للنموذج النهائي اللي تطور وبلشنا نعالج مرضى على أساسه. هذه طبعا المريض لاحظوا انه حيقعد 24 ساعة بالجهاز، ما في كان ايام التلفزيون، ربما كان في راديو، الله يعين المرضى هذيك الايام. هذه من الاجهزة اللي استمرت وبقيت بالمتاحف. هذا طفل غالبا مصاب بشلل الاطفال بهذيك الايام. لاحظوا الطبيب مع الممرضة عم يعمل جولة يومية، مثل لما أطباء الأطفال هلا حاليا بيجوا بيعملوا جولة على الحواضن. ممكن يدخل إيده يفحص أو يعطي دواء معين أو يعني. هذه كانت الممارسة بهذيك الأيام. هذه وحدة عناية خارجية يبدو، إذا بتلاحظوا هي بالهواء الطلق، ليش؟ ربما عم يغيروا جو. هذه وحدة عناية مشددة بالخمسينيات أو ما قبل الخمسينيات، كيف لاحظوا المنفسات الرئة الحديدية كيف شوشة بالقاعة. هذيك الأيام ما عشناها. هذا المريض بعده عايش على فكرة، هذا محامي أمريكي من تكساس، من ضحايا شلل الأطفال، عاش على الرئة الحديدية واستمر عليها ولسبب أو لآخر ما بنعرفه، ما أجرى خزع رغامة وانتقل للتغذية بالطاقة الإيجابية مثل ما بنعمل ممارسة ستاندرد هلا حاليا. بعده على هي الرئة وبعده عايش عليها. حتى إذا بتشوفوا هذا كيبورد وتعلم يكتب على الكيبورد، سبحان الله. هذه المريضة توفت من فترة قريبة على فكرة، أظنها بال2008 أو 2010 تقريبا. ففي حاليا 3 أو 4 مرضى باقين عايشين على الرئة الحديدية من الخمسينيات. نرجع للتغذية بالضغط الإيجابي، هذا من أوائل الأجهزة بالضغط الإيجابي، هو من اختراع شركة دريجر. دريجر كانت تقدم أكسجين بهذيك الأيام، أسطوانات أكسجين. هلا هل كان بيطبق ضغط ايجابي او فقط بيعطي فلو عالي؟ والله الله اعلم، بس يبدو هذا من اوائل الاجهزه اللي ممكن تنذكر من عام 1911. نرجع لاسكندنافيا بوليو بانديميك، اللي هي جائحه شلل الاطفال الاسكندنافيه، الدنمارك وما حوله. الاطفال كانوا يتساقطوا بالعشرات بل بالمئات. اخترعوا او اقترحوا انه يعملوا تراكيستومي للمرضى، بس بدنا حدا يعمل لهم امبو. الامبو هذا حيستمر 24 ساعه، تهوية بالضغط الايجابي المانيوال اليدوي 24 ساعه. جندوا طلاب الطب بهذيك الايام هن اللي كانوا المنقذين بهذيك البلد بالدنمارك. مناوبات مدتها 8 ساعات، تنفيخ بالامبو، وهذه انقذت هذول الاطفال. نزلت نسبه وفياتهم من 80% ل 25% مع هاي، مجرد انك تعطي امبو باج وتعطي شوية أكسجين 50% وبينقذ الطفل. طبعا ليش لا حينقذ؟ أكيد حينقذ، لأنه هي مشكلته بالعضلات ما مشكلته بالرئة. لو كانت مشكلته كورونا بهذيك الأيام هي رئة أو إنفلونزا، الخزع مع الأمبو باك حيكون مستحيل، لأنه هدول المرضى حتكون إصابة رئة شديدة عندهم لدرجة إنه ما يستحيل مع الأمبو باك. ليش نجحت؟ لأنه هي إصابة عضلات مو إصابة رئة. فهي ربما كانت من العناصر اللي ساعدت إنه فعلا ممكن طلاب الطب يشتغلوا بهالمصلحة. هي الصورة بتعود لل 1943 من سلاح الطيران الأمريكي. ليش حطيتها هون؟ لأنه هن أصلا يطوروا لنا هدول الأجهزة تبع الضغط الإيجابي. لما بيطير الطيار بارتفاعات عالية بصير التنفس عنده صعب، وبالتالي لابد من إعطاء الأكسجين بضغط إيجابي. هذا الشيء ربما كان من أوائل، خلينا نقول، هي الأفكار اللي ساهمت بتطوير أجهزة التهوية الآلية. هي من أوائل المنافسات، اسمه مورش ريسبريتر، بالخمسينيات ظهرت. نرجع للطيران، هذا الشخص إذا تذكروا، إذا حدا بيتذكر منافسات البيرد، أجهزة تنفس البيرد، هذا الشخص اسمه فورست مورتون بيرد، هو اللي اخترعها. هذا كان طيار بالحرب العالمية الثانية، في قصة لأنه اكتشافه أو حطام أحد الطيارات الألمانية كان فيها جهاز أكسجين مع صمام متطور، أخده ودرسه وطور فيه وقدر ينقله كجهاز طبي يستخدم لعلاج المرضى، وطور عدة منفسات، آخرها أو أفضلها كان أو أنجحها كان مارك 7، البيرد مارك 7. هذه ب 58 انتشرت انتشار واسع وصارت منفسة معيارية تستعمل في أقسام العناية المركزة. هذا الشخص توفى بال1915، تلقى تكريم من عدة رؤساء أمريكيين، من أوباما، من بوش. يستحق فعلا، لأنه هو رائد التهوية الآلية بحق. هو كان طيار وبعدين درس الطب لما شاف أنه لازم يدخل مجال الطب، وفعلا له بصمته. هي مريض عم يتعالج بهي المنافسة، هي بيرد 7 من الخمسينيات.
بنفس الوقت تقريبا البنت ري بنت، هذا الشخص اللي شايفينه بالصورة، هذا ما هو طبيب، هذا مخترع. كمان طور، هذا أظنه كان بكاليفورنيا وسان سان فرانسيسكو على ما أذكر، طور جهاز تهوية بالضغط الإيجابي اللي بيسمى بوليتان بنت TV2P. هذا ظهر بال58 أو بال55، الله يعني تقريبا بهذه الفترة، كمان تهوية آلية بالضغط الإيجابي. هي من أوائل المنافسات، ربما هي كانت دارت تخدير مع تطوير، طوروها سووها منافسة تستخدم على المرضى المزمنين، اسمها الإنجستروم 150 150 ريسبيريتر. هي بتشوفوا مريض عم يتعالج فيها من الخمسينيات. عموما بهذيك الفترة ما قبل 1970، فترة الخمسينيات والستينيات، أول شيء معظم الليتريتشر عم يجونا كان من تهوية بالضغط الإيجابي، عم يجوا من غرف العمليات، من أوبريشن روم. هذا له كان تأثيره، أطباء التخدير بهذيك الفترة لما عم يعالجوا مرضى غرف العمليات، ما هن مرضى العناية، مختلفين جذريا، كل واحد إصابته الشكل. لما يعني باختصار، لما بيكون أحد الناس هلا بده يعمل عملية إلكتيف، يعني عملية انتقائية، وعنده إصابة رئوية، بيأجلوا له العملية أطباء التخدير، بيقولوا لحتى تشفى رئتك ممكن نعمل لك العملية. بالمقابل نحن ما بنحط مريض على تنفس صناعي إلا يكون عنده رئة مصابة أصلاً غالبا طبعا. فهذا الفرق الجوهري ما كان ينتبهوا عليه بهذيك الايام، فكل شيء بيطبقوه بغرف العمليات بينقلوه لغرف العنايه، وهذا الشيء خطا كبير حقيقه، وللاسف هلا في ناس تعمله حقيقه. من احد الاخطاء مثلا انك انت تارجت تو ريستور نير نورمال جاز اكسشينج، التبادل الغازي كان عم يحاولوا يحسنوه او يعملوه قريب للطبيعي، وهذا الشيء مو صحيح. هذا له ثمن حنشوفه لاحقا، الثمن هو اذيه الرئه. انت ما لازم تحقق تامن تبادل غازي نظامي، لازم تامن تبادل غازي اوبتيمال مثالي، اللي هو مضر يكون طبيعي، سواء بالنسبه للاكسجين او بالنسبه للكربون. هذيك الايام كانوا يستعملوا تايدر فوليوم 10 ل 15 ام ال للكي جي، وهذا رقم خيالي، ما لازم نستخدمه حاليا، يعتبر خطيئه هلا. بس للاسف حتى بالعشر سنين الاخيره لما عملوا استبيان بال2014 حول العالم، نسبه اللي عم يستخدموا اللو تايدال فوليوم اللي هي صارت ستاندرد اوف كير لاحقا كانت قليله، لساته في ناس بتستخدموا تايدال فوليوم عالي حتى 12 تقريبا، ما بيسمح حدا يستعمل 15، وهذا خطيئه كبيره. ما بيصير واحد يستعمل طب الخمسينيات بعام 2020 بعد 70 سنه. اللوبيب مثلا، انا بعرف احد اقسام العنايه باحد المدن حول العالم كانوا يستخدموا صفر بيب زيب، يعني بيب اوف زيرو، بعام 2008 او 2007 تقريبا، وهذا خطيئه كبيره بمرضى الارتس وغير مرضى. ربما بغرف العمليات ممكن تستخدمه، بس بمرضى العنايه يعتبر كفر بواح انك تستخدم بيب صفر. للاسف هذه كانت ممارسه بالخمسينيات، ما كانوا يخافوا من ارتفاع البيب، انه البيب العالي ممكن ينزل الضغط، ما كانوا عارفين هاي الشغله، او ما كان عندهم حل لهالموضوع بهذيك الايام، او ما جربوا او يخافوا، خلينا نقول، لانه هي بدايات العلم. فنحن ربما نحن نعذرهم انه هذا الشيء جديد عليهم بهذيك الايام، بس لا احد معذور بعد 50 سنه او 70 سنه من الممارسه انه لهلا بيستخدم طب صار يعني تاريخ صار هلا. كانوا يرفعوا الاكسجين لحتى يحسنوا الاكسجه بدل ما يرفعوا البيب، هي كانت الممارسه هذيك الايام. المنافسات كانت بالبدايه منافسات ضغط، بعدين صارت منافسات حجم. ما كان في مونيتورات للمنافسه، الارم ما كانت موجود، ربما بلشت تظهر بعدين. ما في بيلت ان بيب، يعني البيب ما كان موجود جوا المنفسه، لازم تضيفه اضافه للمنفسه لحتى تطبق بيب. بعام 67 اشبرج، اذا تتذكروا هذا الاسم، هذا الشخص هو اللي اول من تكلم انه في متلازمه اسمها الارتس، او متلازمه الرئه الويت لونج، اللي هي اصابه الارتس بعدين، او الاضل ريسبيرتوري ديستريس سيندروم هيك سماها وقتها، اللي هي من جت من حرب فيتنام، من ضحايا حرب فيتنام. فهو من اوائل من طبق الجهاز البيب الخارجي، انه بيطبق صمام وبيعطي بيب، يعني عمليه بيمنع خروج الهواء كاملا اثناء الدفير. ان شاء الله هي كانت البدايه. ننتقل بالمحاضره القادمه الى العنايه المركزه بالسبعينيات، او التهويه الاليه بالسبعينيات، اللي هي بلشت تظهر الدراسات اللي اثرت على ممارستنا لحتى اليوم، ولحتى لهلا لما بتقرا مقالات علميه ممكن ترجع حتى للسبعينيات بهذيك الارتكلز. نشوفكم بالمحاضره الجايه، السلام عليكم.